المادة عبارة عن بتتكون من خمس مواد كيميائية مختلطة مع بعضها. هي المادة هذه لما طلعت إنه إحنا توصلنا للمادة هذه، هي المادة بدها تجارب كثير ونحط مواد على مواد على سبة إنه إحنا نصل لمادة تكون قوية جدا وفي نفس الوقت لينة الامتصاص، اللي هي الضربة المفاجئة لسائق الموتوسيكل والمحافظة على سائق الموتوسيكل لا سمح الله مطبة أو حادث طرق أو شيء من الشغلات هذه، نحن بنحافظ على سائق الموتوسيكل. الحمد لله وصلنا بنتيجة كويسة جدا، مادة فيش فيها كموشة في البرودة وفيش فيها امتداد في درجة الحرارة، لأنه هي إحنا لما نركب المادة ونبدأ فيها شغل، هذه المادة بتنعمل داخل المصنع درجة حرارة فوق الغليان على سبة إنه إحنا نسيح المادة ونسكبها في اللي هو على نظام قوالب، وإن شاء الله يكون شغله 100%. أول شغلة يعني كثير بيسألوني بقول لك مين أكثر شيء أيدك في الشغلة هذه؟ أنا بقول لهم أكثر شيء أيدني مفاز إسرائيل، يعني أيدتني إنه أنا أخترع وأبتكر وأعمل شغلة تخدم شعبي. لأنه كان الكاوتشوك يخش للقطاع غزة، سعر الكاوتشوك كانت 80 شيكل، اليوم وصل سعرها اللي هو 800 شيكل. فيش قدرة عند الشباب إنها تشتري الكاوتشوك هذه، لأنه أغلب الشباب عاطلين عن العمل. وبتعرف أنت المعابر دائما في حصار على غزة من جميع الاتجاهات، سواء من العدو أو من الحبيب. فالحصار هذا ضاق على الشعب، والشيء في عندنا في غزة بيغلى زيادة عن اللزوم. فالحمد لله هذه المادة بتحافظ على الكاوتشوك وبتعمل إنه هو إحنا نخلي الشباب الكل يركبها وفي نفس الوقت يوفر على نفسه. المادة هذه بتركب على الكاوتشوك الملوح وفي نفس الوقت بتركب على الكاوتشوك لو كان في مزع 12 سنتي. المادة هذه لو كانت الكاوتشوك بتخدم على الهواء سنة، المادة هذه بتحافظ على الكاوتشوك لمدة 3 سنوات. شوف، هي في غزة فيش لا شيء متوفر، حاجة واحدة بس اللي هو بس المتوفر في بلدنا الأكسجين. كل شيء صعب، كل شيء في حياتنا صعب، إنه الواحد لما بده يطلع مشوار صعب لأنه ما فيش سيولة، ما فيش فلوس. اليوم كل شيء في حياتنا صعب، الدواء بنقطع، المعابر تسكير المعابر عامل أزمة في الداخل زيادة عن اللزوم.